وكان الله غفورا رحيما. القلوب تصدع كما يصدع الحديد وجلاؤها ذكر الله وذكر الموت. ولذلك أيها الإخوة يقول ابن القيم رحمه الله: قال الذكر للقلب كالماء للسمك، الذكر للقلب كالماء للسمك. خذوا هذه الفائدة من هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، هل يستطيع أن يعيش السمك بغير ماء؟ فكذلك أن لقلب أن يعيش بغير ذكر الله رب العالمين. ولذلك إن شاء الله بعد كل صلاة عشاء نستعرض شيء من كلام ابن القيم رحمه الله من مجموعة من كتبه، وفي مقدمتها الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو يتكلم عن عقوبات الذنوب والمعاصي وتأثيرها على القلب. فهذا المجلس يغذي قلبك. ألم يقل الله جل وعلا: ألا بذكرة الله تطمئن القلوب؟ فليقرأها علينا الشيخ هذه الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله استمع الله لشيء كما استمع للصوت الحسن. زينوا أصواتكم بالقرآن، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وفق الله الجميع بكل ما يحب ورضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغدا لقاؤنا مع كلام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي.